ويا اخي هذا الشيء مفاجئ مفاجئ مفاجئ. اول مره تنقلت الحمله الانتخابيه قربات ما بقى لها والو. الاجامي استقل من المناصب الصغرى وبقى محتفظ بالمناصب الكبرى وما فهمنا والو من السيد الوزير الرميد، لانه الناس كتقول انهم سيدير عمليه على قبل العمليه. وهذه الاستقالات اللي جاو مفاجئه ما فهمنا فيها اخي والو، ما بقات انتخابات والو، الله اعلم في هذا الشيء هذا اللي كيقولوا هاد الناس، هاد الناس المسؤولين. والاولى والاخرى هو السيراميد، بعد ما نقولوا عليه ولكن كل ساعه كيخرج لنا بواحد الاستقاله وما كينفذهاش. ما فهمنا هذا الشيء منه والو يا اخي. استقاله ماشي معقوله، خاصهم المحاسبه، محاسبه الاموال ديال الدوله اللي كلفهم بها سيدنا، وخاصهم يديروا الخدمه بعد ديالهم، لان الله سبحانه وتعالى قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء من الكبار البرلمانيين او من الوزاره، خاصهم يكونوا كفء اول حاجه، وثاني حاجه خاص يكونوا مثقفين قارين مزيان، وثالثا خاص يكونوا دائما يكونوا تحت المراقبه، ما يمشيوش يستقلوا بان مشات الاموال كثيره من المغرب. وحنا راه دابا تقريبا انتم كتشوفوا كاين واحد الوضع راه هو صعيب ديال كورونا وديال يعني واحد التقشف، يعني ما خصهمش يستقلوا، خصهم يتحاسبوا بعدا على داكشي اللي خداو، عاد نشوفوهم فين داروه داكشي اللي خداو، نشوفوه فين وظفوه. شادين بزاف في المناصب هما، هما راه استولوا على الاموال ديال الدوله كلها، والشعب راه هو في المجاعه وما كتخادش ليه الحقوق ديالو، ولو يمشي يدق لهم الابواب ديالهم ويقول لهم شنو عنده الشعب، ما تيعطوش الحق ديالو، يعني الشعب ولا مرمي في القمامه. ايوا استقالات مفاجئه، لانهم شافوا راسهم دابا قرابين لوبو دو تونيل، هما دابا كيشافوا راسهم باللي المغاربه بداو كيفيقوا. هذا اللي كيقول لك بيليكي بيليكي، واش بغى يدير راسو هو بحال دوك الناس الموظفين؟ واش واحد جاي داكور والنهار الاول اش كيقول لك؟ كيقول لك باللي انا مثلا جاي غير باش نادي واحد الواجب، وملي كيدخل تمايا كيولي قال لك لا، علاش اللي ما يتقاداش وعلاش اللي ما ياخذش ومن حقه ومن حقه ومن حقه؟ راه كلشي باين داك التعبير اللي كيديروا. راه المغاربه كلوا عارفينو، المغاربه عارفين باللي هذوك الناس غاديين يجيو وغاديين يبركوا ثاني الارض وغاديين ياكلوا ثاني البغرير، ماشي البغرير كاع، غاديين ياكلوا الغسيل عدس بوكا باسكو هما مساكين هما فقراء. وغدا غادي يقلب الفيستا غادي يطلع للسطح ما تلاش يعرفك انت فين كاين ولا ما فين كاين، هادشي جاري به العمل وكيدار من سنين هادي، راه ماشي يلاه غاديين يبداو دابا. واش هما الناس اللي كيبينوا باللي الدين هو اللي غادي يسير الامور ملي كيطلع هو كيحفظ على عباد الله وكيقول هادشي راه باين اخويا، واش غتقول لي؟ وما خصهمش يديروا واحد شي حاجه مفاجئه، جات الانتخابات يستقلوا شحال هادي، مالهم يستقلوا شحال هادي، جات الانتخابات ولكن اذا استقلوا خذوا شي مناصب عاد يديروا للشعب شي حاجه، ماشي مشكل يستقلوا، يبغوا يشدوا مناصب عاد يديروا للشعب شي حاجه ويديروا للشباب الضائع اللي كاين دابا، الشباب راه طايح عندنا بزاف، خصنا نخدموا الشباب يخدموا البلاد، عندنا زوينه راه بلادنا زوينه راه ما عارفينش ليها، واش الشباب اصاحبي مريح مسكين ما خدامين ما خدامين، يستقلوا ويخدموا مناصب زوينه ما متفقين، ولكن يخدموا الناس ويعتنوا بالشعب وينقصوا لنا من المواد الغذائيه وينقصوا لا اله الا الله. بالنسبه انا البرناماليين اللي هاد بحال هاد المواقف هادي كيمشيو بهاد الطريقه هادي، انا ما كتعجبنيش، حيت كيجيو في الاول كيعطوا وعود كاذبه اللي هي ما كتوصلش للقلوب ديال الشعب، خصوصا الشعب المغربي ما كتوصلهمش، كتوصلهم وعود كاذبه. وانا كنقول من هاد المنبر ان اي حاجه وعد بها اي وزير يكون بالقد الوعد ديالو، ياك، وهذيك مسؤوليه لا هنايا في الدنيا لا في الاخره. القضيه كيديروها كيبغي يديروا السله بالعنب، بس ما حكروش على من اين لك زكاة شيء، بس كيحيد من هذاك الوزاره وكيتحول لشي حزب كينتمي اليه. وثاني كيدير عقد التصويت باش يصوتوا الناس عليه. خاص يتوقف الاستقاله ديالو. علاش؟ بس ما بغى يستقل حتى كاين شي كيقول كاين اين. السياسه في المغرب كلها هي متاجره، رؤوس الاموال بعضها بعض تتكاتف اللي ضمان مستقبلها المصلحي، هما لا يخدمون الشعب، يخدمون مصالحنا، لان مثلا مجلس المستشارين كلهم رجال الاعمال،
اصحاب المال يدافعون عن مشاريع تخلي واحد عنده ليسونس ولا لا ولا ولا الدكتوراه في القانون يجي يحكمهم يدافعون عن مصالحهم هذا من حقهم ولكن ما قالوا واحد فرنساوي سيرفون لو بيبل مي سيرفون نو اوسي بنجامان كونسا قال نخدم الشعب ولكن نخدم اولا انفسنا نحن كذلك هذه هي السياسه كان علي من يستقيلو حتى هو مخير فيهم ما كانش كيربح 50 فرانك في الشهر المخير فيهم ولا 100 فرانك في السبعينات الان اصبحوا اصحاب الملايير فهم يسخرون على الشعب ويراوغون ويمكرون